الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى اله وصحبه ال الوفاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، صح شيبتكم ربي يتقبل وربي يعاونكم. نحب نقول وأن أي أمة ما يمكن تتميز عن بقية الأمم بفاعلية وإيجابية وقدرة على التغيير وقدرة على العطاء الا اذا كان عندها في حياتها منهج وقياده. منهج تغييري وقياده تحقق ذلك المنهج. وهذه العمليه اللي تتالت في تاريخ البشريه كلما بعث الله نبيا ورسولا. لان الانبياء والرسل كانوا؟ كانوا ناس عاديين تماما من ابناء الشعب. لهم حكام ولهم امراء ولهم اصحاب رؤوس اموال ولهم اصحاب قدرات تاثيريه على الخلق. لكان في دم عصا ولا كان في كيس نتاع محبوب. كان عندهم حاجه برك. هي القدره على النفاذ الى قلوب الناس. واشعار الناس بان الوضع اللي هم عليه وضع سيء، يجب ان يغير. وكانت القضيه الكبرى التي يعالجها هؤلاء الانبياء هي قضيه التوحيد. لان قضيه التوحيد هي الاقرار بان هذا الكون لا تسيره الا قدره واحده وان هذه القدره لا تضاهي قدره ثانيه حتى يتوجه اليها. شو معناه؟ معناها ان الناس اللي يؤمنوا بالتوحيد هم الناس اللي من جهه اخرى لا يرتبطون بعلاقه اذعان لاي عنصر من عناصر الحياه لا يستعبدهم مال لا تستعبدهم محبه لا يستعبدهم دنيا لا يستعبدهم منصب ولا سياره ولا امراه ولا صديق لانهم احرار في قرارهم ما داموا يشهدون ان لا اله الا الله النبوه يا اخواني الكرام التي حوصلت في البعثة النبوية الأخيرة علي سيدنا صلى الله عليه وسلم قامت على تحقيق هذه المنهجية منهج قايم على أن هذا الكون خلقه رب واحد وهذا الرب هو الذي هيأنا لأن نتبع طريق السلامة وأن الاختيار فيه لنا لن يرغمنا على ذلك لكنه أرسل لنا بشراً سوياً كيفنا منا ياكل الطعام يمشي في الاسواق ابن امراه كانت في مكه تاكل القديد لا غبار على انسانيته لكنه قادر على الارتقاء بالعطاء البشري الى مستوى يجعل الانسان حريا بان يستقيم قادرا على ان يصلح نفسه ولذلك حرص الاسلام على ابراز ان الذي بعث فينا ليربينا ويعلمنا ليس الا بشرا رسولا بشر يعني ما نقولوش هم ملائكه حتى لا نتعلل باننا غير قادرين على متابعته لا هو بشر كيفنا كيفه هو يوحى اليه انما انا بشر مثلكم يوحى اليه وهل الذي يوحى اليه يوحى اليه لبيان طريق الهدايه لكن احنا قادرين باش نرتقي الى المستوى اللي عاشه هو هذا النبي عرف بامانته كان امينا اللي هيأه لان تقبل دعوته هذا النبي كان رحيما كان عنده احساس اجتماعي، عنده احساس بالفقراء، بالمساكين، بحاجه البشر، ولذلك كان يحيا من فمه يعطيها لغيره. النبي هذا كان متسامحا الى حد ان قريش اللي هي قبيلته بعد ان حاربته واعلنت عليه الحرب، وتتالت النزاعات بينه وبينها، وهو في حاله خصومه معها، كان في المدينه المنوره يرسل سره متاع فلوس لابي سفيان <applause> الرئيس قريش باش يوزعها على فقراء الحرم اللي هما مشركين كانوا كانوا يعبدوا في الصنب 360 صنبة حول الكعبة يبعث لهم الرسول صرة متاع فلوس باش يوزعها لهم عجب تي خصوم وذاك فلوس مش ياخذوها يستعينوا بها عليه هذه سماحته هذا النبي ما عملش الحسابات الفردية ما حطش في قلبه ضد الناس اللي سبوا اللي قتلوا عمه العزيز علي حبشي اللي كلات من كبدة عمه هند اللي سبوه وشتموه كعب بن زهير اللي حاربوه بسلاح خالد بن الوليد اللي قتلوا له أصحابه عكرمة بن أبي جهل هؤلاء جميعا أفسح لهم المجال لأن يصبحوا عنصرا من عناصر البناء الجديد للأمة هذوما دخلوا في بناء الأمة من جديد، وأصبحوا عنصر منها. ونهار اللي عكرمة توسطت له مرته، جات للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له عكرمة راه هرب، باش يركب ويمشي في البحر باش يمشي للحبشة، نهار فتح مكة. وقت اللي شاف المسلمين تغلبوا، قال أنا في القائمة بتاع ونتد اللي باش يتشدوا. مشى باش يركب في البابور. خلطت عليه مرته، قالت له خذيت لك العفو من الرسول. جاء ودخل، قال له يا رسول الله، انا سبيتك ياسر وانفقت مال ياسر ضدك اليوم نحب نشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله قبل ما يدخل عليه قال اصحابه قال ما اكرم جاءكم تائبا مؤمنا اياكم ان تذكروا او تسبوا ابا جهل والده فان الحي يتاثر بسب الميت افهم ايش معناه ابو جهل العدو الكبير نتاع الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالله ما تسبوهش قدام ولده راه ولده باش يتاثر نحبوا نحافظوا على الحي اخواني الكرام هذا المنهج هو اللي مطلوب لنا باش نحقوه في علاقاتنا الاجتماعيه السب وشتيمه بيناتنا والبغض واذا كان ما العشاء نقعد ست سنين ما نكلموش وعرس الولد وإنساني في القائمه متاع المدعوين تولي دوانه العمر وواحد حل عليا شباك والاخر ما قاليش صباح الخير والاخر انا ارتقيت وما جاش هناني ولا تعداوة في وسط المجتمع هذه بهذه القدوه الحسنه تمحي منا ونرجع أمة واحدة تحية لكم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب يتقبل